سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. كيف ديما مرحبا بكم في فيديو جديد، وصفه جديده. كيف ما كتلاحظوا معايا، اليوم غادي نوجد معاكم جيل استحمام غير بالقهوه في المنزل البنات، بواحد الرائحه منعشه ورائعه. ومن هذا الشيء كامل غادي نصايبوا ايضا مقشر اللي غادي يحيد لكم الجلد الميت غير بالقهوه. هذا الشيء كامل غير في المنزل. كنتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم. بلا ما نطول عليكم ندوزوا المكونات. اول مكون هنا عندنا القهوه. كيف ما كتعرفوا على القهوه غادي نصايبوا المقشر ديال القهوه. كيف ما كتعرفوا على القهوه فيها واحد الحين ديال الكافيتين الفعال في تقشير الجلد الميت للحصول على بشره ناعمه. وكيحتوي ايضا هذا الحمض على خصائص مضاده للالتهابات اللي كتعمل على زياده انتاج الكولاجين في البشره، واللي كتخلصك من الشوائب والخلايا الميته والمتضرره باش تحصلوا على واحد البشره صحيه. وغادي ناخذوا البنات هذه القهوه هذه اللي انا ديجا جمعتها. كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نصايب منها هاد المكعبات هادو اللي قدامكم. كيف ما كتلاحظوا معايا، اول حاجه غادي نحتاج لتقريبا الكاس ديال القهوه. كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نحتاج انا كاع ديك القهوه اللي كناخذ، كيبقى ليا هاد البقايا هادي كنحتاجها، كنجمعها في واحد القرعه ومن بعد كنصايب بها مقشر. اولا غادي ناخذ هاد الكاس هذا ديال القهوه كيف ما كتلاحظوا معايا، وغادي نضيف عليه زيت الزيتون. البنات كيف ما كتعرفوا على زيت الزيتون راه كتغذي البشره وكتحيد منها الجفاف، ما كتخليهاش ناشفه. غادي ناخذ تقريبا نصف كاس ديال زيت الزيتون كيف ما كتلاحظوا معايا، وغادي نخلطوا هذا الشيء كامل حتى يندمج مع بعضه. كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نخلطوهم مزيان حتى ما يبقاش فيهم هذوك الكرات اللي كيكونوا ديال القهوه، يعني اتخلطوهم حتى تولي ديك القهوه تلقات في داك الزيت مزيان. كيف ما كتلاحظوا معايا، ومن بعد غادي نضيف اي زيت عندكم كيف ما بغات تكون، يعني تكون زيت فيها معطر، يعني بحال زيت الورد، بحال اللي لما كتوفروش على زيوت معطره تقدروا تضيفوا غير ماء الورد باش تعطيكم واحد الرائحه مع رائحه الرائحه اصلا ديال القهوه كتكون زوينه. هذا غير الا بغيتوا تضيفوا لها رائحه تقدروا تضيفوا ماء الورد او لا زيت الورد. غادي نجيبوا هاد المكعبات هادو كيف ما كتلاحظوا معايا، غادي نبداو نصبوا في المكعبات هاد الشيء كامل اللي عندنا. ومن بعد ما عمرتهم كيف ما كتلاحظوا معايا، دابا غادي نديرهم في المجمد حتى يجمدوا تماما. ضروري البنات تخليوها ليله كامله كيف ما كتلاحظوا معايا، تخليوها ليله كامله. انا خليتها ليله كامله باش تجمد معاكم مزيان. كيف ما كتشوفوا معايا دابا صالحه، تقدري تستعمليها صالحه للاستعمال، وتقدري ايضا تستعمليها للاطفال ديالك لانها الصراحه زوينه بزاف، كتحيد الجلد الميت وكتغذي ايضا البشره. كيف ما كتعرفوا على الزيت ما كتخليش البشره تنشف، وايضا القهوه كيف ما كتعرفوها كتحيد داك الجلد الميت وكتحيد الشوائب وكتخلصك كاع من دوك الاضرار ديال الجسم اللي كتكون في الجسم ديالك، وكتحصلي على بشره ناعمه. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشتو الشكل ديالها الرائع. غندوز نصايبو جيل استحمام. كيف ما كتلاحظوا معايا المكون الاول اللي غادي نحتاجو هو القهوه كيف العاده نصف كاس، وغادي نحتاجو ايضا كيف ما كتشوفوا معايا جيل استحمام اي نوع عندكم كتستعملوه نتوما تقدروا ديروه نصف كاس من كل حاجه. وغادي ندوزو نخلطو المكونات جميع. كيف ما كتلاحظوا معايا
هتجي استحمام البنات من الوسائل المميزة اللي كتحتفظ على البشرة وكتحسن من النعومة ديالها ده بيكون بقى شكل والنظافة المكوجين ديالها، بعد ما نخلطهم كويس وكيحد جدا. من الجفاف ديال البشرة، وكيخلي أيضا واحد الرائحة البنات رائعة. وخصوصا البنات فاش خلطته مع القهوة كيعطى واحد الريحة خطيرة رائعة البنات. كيف ما كتلاحظوا القوام ديالو كيفاش جا، كيجي رائع، وما حد كتخليه نهائيا ما كيخسرش، يعني تقدري تخليه الوقت والمدة اللي بغيتي، ما حدو كيبقى، وهو كيطلق واحد الريحة في داك الجيل، كيخلي واحد الريحة في الجسم ديالكم رائعة. جربوه وغادي تشوفوا، وغادي نقول لكم خليتكم على خير مع فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله، وغادي تشوفوا الشكل النهائي ديال الجيل وديال المقشر اللي صايبنا. خليتكم على خير.